فضلت الجديدة علي أنا، روح وارجع لها، وأنا مستحيل أرجع لك مرة ثانية. إيدي يا صفية، إيدي علشان ما أعرف نتفاهم بسهولة. عصبيتك هي اللي وصلتنا إلى هذا الحدود. قلت لك ما أريد أهدأ، واطلع من هذا المكان، ما أريد أشوفك. روح على اللي فضلتها علي وعلى سنين عمري وأولادي. كل شيء ممكن يتصلح يا صفية، كل شيء إلا رجوعي لك ما ممكن تصلح. ممكن يا أمي ممكن، إذا أبوي طلق زوجته. أنت أحسن لك تضل ساكت، لا تجلس تقول كلام ما تعرف معناه. بس أنا بس ولا كلمة، خليك في حالك وفي مشاكلك. إيش آخر كلام معك يا صفية؟ ما بقى في آخر، اللي بيني وبينك انتهى. بعدها مصيبة على اللي في راسها. صفية هذه إنسانة عنيدة، أنا أعرفها زين. صفية لا يمكن ترجع بسهولة أبدا. يعني ما بقى قدامك غير حل واحد. أرجوك يا إيمان، ما أبي أسمع منك هذا الكلام، هذا الموضوع خلاص انتهى. بس أنا ما أريد أكون سبب في هدم بيت. أرجوك يا عبد العزيز قدر مشاعري، أنا جالسة أتمزق من داخل، أحس إني أموت. وأنا إيش أسوي يا إيمان؟
أنا اللي عليه سويته، رحت لها لحد البيت. وبعدين أنت مالش دم في اللي صار أبدا. أنا لازم أروح عند صفية عبد العزيز علشان ترجع البيت. أنا لازم أكلمها بنفسي. يعني بعدك ما تريد تقول لي مالك؟ ما أريد أشغلك بظروفي ومشاكلي يا فوزية. الواحد كفيل المشاكل اللي عنده. إذا ما أنا اللي أخفف عنك الحين، وبعدين من يا ترى اللي يخفف عنك؟ أخاف عندك أحد تاني مخبي عليه. شوف الله يقطع سوالفك يا فوزية. يلا ما دام إنك ضحكت خبرني إيش فيك. أخبرك إيش ولا إيش بس يا فوزية؟ تقول اللي عندك، تخليني أسمع كلامك، يمكن أقدر أساعدك. وبعدين ما دائما يقولوا يوضع سره في أضعف خلقه؟ سبحان الله كل شيء جاهز. الله يسلمك، أنا رحت البلد علشان أكلم عمي وأمي في موضوع خطوبتنا. أيوه. حصلت أمي مريضة لدرجة أنها ما قدرت تطلع من البيت. رحت أسلم على عمي، حصلته هو ثاني مريض. سألت أخوي الصغير حسان، يا حسان إيش المشكلة؟ إيش اللي صاير؟ ما رضى يخبرني في البداية، بس بعدين تكلم. تكلم؟ تكلم إيش قال؟ قال إن الوالد الله يرحمه، الله يرحمه، كان راهن البيت لتاجر معروف عنه. ومن أسبوعين حان وقت السداد، وأهلي في ورطة الحين. يا يطلعوا من البيت اللي ساكنينه، يا يدفعوا الرهن. ما قلت لك ما في داعي تشغلي بالك بهمومي أنا؟ أنت الحين خليك من هذا الكلام، أقول لي كم المبلغ اللي يريده صاحب الرهن؟ 5000 ريال. 5000 ريال؟ هذا مبلغ كبير. عارف، صدقيني لو كنت أشتغل المبلغ هذا كان بيكون بسيط جدا، بس أنا ما قادر أحصل شغل. من وين أجيب مبلغ مثل هذا؟ من وين؟ والحين إيش ناوي تسوي يا غسان؟ ما أعرف، صدقيني ما أعرف. المفروض أكون مع أهلي قريب منهم، أشوف ظروفهم. في نفس الوقت قلت ما يصير أخليك أنت بنفسك عشان ما ظني فيني ظن سيء بعد. لا تقول هذا الكلام يا غسان، أنا عمري ما ظن فيك ظن سيء أبدا، بس اللي شغل بالي الحين هو ظروف أهلك. خليها على الله، ربنا يحلها. شو تريدين نروح ولا شيء؟ لا أبدا. أشوفك طالع ساعتك، قلت يمكن مشغولة ولا شيء. لا أبدا، بس الليلة توصل مدام سميرة من الخارج، وهي اتصلت فيني على أساس أرسل لها السائق للمطار، والأستاذ عبد الحميد قال إنه هو يروح بنفسه ويجيبها، وأنا خايفة لين سيروح لها. لا تخافي، مدام عبد الحميد قال بيروح يعني بيروح، لا تشغلي بالك. هي الساعة كم طيارتها توصل؟ تقريبا الحين. اعتبريني اليوم أنا السائق. أنا افتكرت هذه مفاجأة متسرج. روي عبد الحميد، ما له داعي هالكلام، أنا جاي من السفر وتعبان. إيش في يا سميرة؟ أنا كنت أفتكر إنك ترجعي من الخارج فرحانة. بعدني أسألك إيش في يا سميرة؟ أنا تعبانة، لا تكلمني، أجل الكلام لبعدين.
ألو يا هلال، مرة ثانية الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أستاذ عبد الحميد، زين أنك اتصلت، لأني من ساعة كنت أريد أكلمك، بس توقعت أنه بعدكم ما وصلتوا البيت. أيوة يا هلال، مالها سميرة؟ أنا بس حبيت أقول لك علشان لا تكثر عليها بالأسئلة، لأنه الأستاذة سميرة حالتها النفسية سيئة كثير. ويا ريت يا أستاذ عبد الحميد، يا ريت لو تقدر أنك تبعد عنها عبد العزيز وغسان بأي شكل من الأشكال، حاول الله يخليك. شكرا. شوي يا قميص، شوي شوي، قطعت نفسي الله يهديك. ايش اللي ركضك كذا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما عليه، مقبوله منك يا قميص، ما عليه. ايش اسوي لك بعد؟ كل ما حاولت تقرب منك تبتعد عني. ايش اسوي لك بعد اكثر من كذا؟ عرضت عليك تشتغل في المزرعه مثل الاول ورفض، احاول اساعدكم في مزرعه اخوك سيف وبعد رفض، والقضيه وتنازلتك عنها. ايش تريد اكثر من كذاك؟ الله يهديك. اللي اريده انك تخلينا في حالنا يا مرشد. بس انتوا اللي ما مخلينا في حالنا. ها هذا كل دخوك، ها يا يخطب بنتي فاطمه، واعتقد انه جاك وخبرك بالموضوع. بعدين لا متى انتوا بتظلوا كاسرين بخاطر الولد انت وامه؟ غسان غلط، نعم ما قلنا شيء، لكن الولد ولدكم، هل الله فيه؟ سامحوا رجعوا. أكيد أنت الحين تشك فيني وتقول إن مرشد وراء مصلحة من هذا الموضوع، أنا عارف. ومن متى أنت سويت شيء ما من وراء مصلحة؟ خبرني، أنت ليش تدخل عمرك في شيء ما يعنيك؟ اللي يعنيني إني بزوج بنتي مثل الناس. هذيك يوم تكون البنت بنتك. إيه نعم، لأن البنت بنت أمها وأبوها، الله يرحمه. سمعنا زين يا خميس، أنا صبرت عليك كثير، والحين أعطيك آخر انذار، عندك لبكرة بس، وبعدها تسلمني البيت اللي تسكنه. اسمعني يا مرشد، يا ويلك يا سواد ليلك لو جيت عند البيت، بيكون آخر يوم في عمرك. معنا زين يا خميس، أنا صبرت عليك كثير، والحين أعطيك آخر انذار، عندك لبكرة بس،
وبعدها تسلمني البيت اللي تسكنه. ان شاء الله العامل اللي جبت لك اياه طلع زين. والله ايش اقول لك يا مرشد، انا فكرت ورجعت في كلامي. رجعت في كلامك؟ ليش رجعت في كلامك؟ اريدك ترجع الدكان وتجلس فيه مثل ما كنت الاول، لاني ما قيمة حصل احسن منك، والاجنبي ترى لا اجنبي وراعي المكان ادرى بمكانه. وتبغين اصدق هذا الكلام عادي يا زكيه؟ ما خايفه؟ ما خايفة عن اللي اسرق فلوسك؟ ترى انا معروف بين الناس اني انا لص وحرامي، وانت اول وحده ممكن تقولي هذا الكلام يا زكيه. محشوم يا عمي محشوم. سامحيني يا زكيه، انا ما اسمح لنفسي ان اكون لعبه بين يدينك. ترفعينها متى ما ترفعينها وتنزلينها متى ما تنزلينها. يعني ايش؟ يعني اشوفي لك واحد ثاني يمسك اموالك ودكانك. ايش اللي صار يا مرشد؟ اسمع كلامك الاول مره متغير. ايش اللي حصل؟ اشبك تتكلم بقوه، ايش اللي تغير؟ انا رايحه انام عنكم الحين لانكم ما تشبعوا من الضرابه. انت تموت في البيسه، وكنت اتمنى اطلب منك اي شيء والحين ترفض؟ ايش اللي مغيرك؟ ايش اللي صاير؟ ما انت مرشد اللي انا عارفه، ما انت مرشد اللي انا عاشرته كل هذه السنين. كنت غلطان وصلحت غلطي، كنت ما اشوف قدامي غيرك انت. بعد ما وقفت معك هاي الوقفه وساعدتك تغيرتي علي واخذت كل شيء، اخرجت الدكان. انا اعرف انت ليش خايفه الحين، خايفة أن أوقف طريق فاطمة وما تتزوج غسان. لكن لا يا زكية، فاطمة مثل بنتي وأحب لها كل خير، وإن شاء الله بتتزوج غسان. لكن أرجع للدكان مرة ثانية؟ لا، هذا الموضوع شليه من راسك. بعدنا أقول أنت ما مرشد اللي أنا عارفه، أنت فيك شيء متغير. تحمرك ما كلمتني أنا بهذه الطريقة. إيش اللي حاصل؟ أشوفك اليوم مستقوي؟ أنا طول عمرك ذاك، لكن أنت اللي نظرك ضعيف يا زكيو. توادي إيش في اليوم؟ مسكينة يا زكية، تريدني أرجع للدكان وأنا عند الخير كله الحين؟ ما دام ان توكيل فاطمه في ايدي انا ما محتاج لشيء ابدا الحين، حتى هذا البيت اللي نسكنه مع بعض بيكون لي في النص. الحين اقدر اتنفس بعد ما كنت مخنوق. وبعدين اريد الخير اللي معك يا غسان، يا مدير شركة المقاولات. في البداية تكون بمشروع صغير هنا، كل الأمور تمشي عندي زين وعلى ما أريد، إلا موضوع طلاق حسان وسلمى معاندني ما راضي يصير. وأخاف إن سلمى جالسة تلعب علي لعبة. لكن ما علي ما علي، بكرة بنشوف. وين رايحة يا سلمى؟ عطشانة راح أشرب. يا
ممكن اعرف من وين جايه؟ لما كان مشروع في ردي علي لا تنهي عن خلقي وتاتي بس يا وقتي يا ادي بالتربيه بس لما تقولي لي وين كنت مسافره وليش ساعتها بقول لك انا وين كنت واذا كنت انا عديمة التربية طبعا ما تزوجت في السر بس بس لا تكريني بس بس اكتبي هولي والبنت انزلت او ليش ليش لا يزفر لك بيت بيتها ليش لا لا يا أستاذة ما في مكتبه إن شاء الله بعد 10 دقائق أتصل فيه لا يا أم أمين نقاله مغلق حاضر إن شاء الله مع السلامة إيش في يا فوزية من الصبح وأنا في الشركة أنت يا تردي على التليفون يا تدخلي عند سميرة وأنا على أعصابي وأنت ليش متوتر كذاك المسألة سهلة كثير لحد ما أنا أعرفها هي صعبة كثير طيب لحظة شوي تفضل إيش هذا؟ 5000 ريال علشان تدفعهم لصاحب الرهن عن أهلك ها؟ لا فوزية احنا ما اتفقنا على كذا أنا ما خبرتك همومي عشان أنت تاخذي همي بعد أنت مالك ذنب في اللي يصير لو سمحتي بيكون لي ذنب إذا ما وقفت معاك وساعدتك في أزمتك وبعدين أنا استلفت هذا المبلغ من البنك عارف حد هناك سهل الأمور وبعدين لما أنت تشتغل تتحمل السلفة كذي ما أكون سويت لك شيء يعني عبارة أنت اللي استلفت وأنت اللي ترجع السلفة بس أنت يعني بتدفع أقساط شهرية لغاية ما أنا أشتغل ترى غسان أنا لو كانت ظروفي زينة ما كنت أخليك تدفع ولا بيسة أنت غالي علي كثير كثير يا غسان صحيح يا فوزية صحيح كنت عندي أغلى أغلى يا فوزية أنا أريد أقابل سميرة إذا ممكن ممكن على إذنك الله معك الحمد لله على السلامة يا سمير يا
وش اللي جايب لك يا غسان؟ ما كفايه اللي سويته فيه؟ انا ما سويت شيء يا سميره، واعتقد انك لو راجعتي نفسك بتعرفي انك انت اللي غلطانه، وفي اشياء كثيره من ضمنها انك سلبتي لي حريتي وحياتي واحتكرتي. مشكلتك يا سميرة انك عشتي زمانك والحين تريدي تعيشي زمان غيرك. انا الحاجة هي اللي خلتني ارتبط في الزواج منك، متأكدة انه ما في شيء غير الحاجة تخليني ارتبط بالزواج من واحدة. غسان انا ما ناقصتك، انت قولي ايش بالي بالضبط. مثل ما قلت لك الحاجة ولا شيء غير الحاجة. وحد قال لك اني انا فاتحة جمعية حق ناس عيارين من امثالك؟ تفضل اطلع برا وما ابي اشوفك مرة ثانية في الشركة. بعدني اقول لك راجع نفسك يا سميرة. قلت لك اطلع برا الشركة. على فكرة لا تنسى مفتاح السيارة اللي انا اشتريت لك اياها حتى قبل تطلع، وما اريد اشوف رقعة وياك مرة ثانية. طيب يا سميرة أنا بطلع، وتأكدي إنه راح نلتقي مرة ثانية، بس لو ما استجبتي لطلباتي لقاءنا هالمرة راح يكون في المحكمة. بتشوفي. ليش معلق اتفق يا أبوي؟ زينة. زينة؟ صارلك سنين ما طلعت اتفق، ليش هذه الأيام بالذات؟ إيش اللي ناوي تسويه؟ قلت لك زينة وبس. زينة وبس؟ وانت مخلينا قريب من يدك؟ ومخلينا جاهز؟ خلي بالك من نفسك يا أبوي، خلي بالك. انت اللي خلي بالك على نفسك وخلي بالك على حسان، لأنه ما حد بيكون حالش غيره هو. الدنيا ما فيها خير يا بنتي. يا ريتك لو تقول لي ليش مطلع السلاح من مكانه؟ ليش؟ لا تجلسي تعيدي وتزيدي، قلت لك زينة. بس أنا خايفة يا أبوي، خايفة، حاسة إنه في جريمة ممكن تصير. أنا لازم أحميك ولازم أدافع عنك، ما لازم أخليك تعرض نفسك للخطر، ولازم أبدع الحين. مطر نعم، سير انت الحين، سير انا عندك شغل شوي ان شاء الله. عمي زين مني اغنارك سير كثير من النار. مني يصير، مني يصير والله. قول تكلم، ايش اللي عندك؟ انا اريد اقول لك لكن بالاول. لكن ايش؟ اتوافق بالاول. أوافق على إيش؟ على أنا غايب لا تضربيني. لا ما قايمة أضربك، خل أتكلم. توافقي إنك تزوجيني فاطمة؟ إيش؟ أرجوك يا عمتي لا تضربيني، وافقي أرجوش. إنزين أنا موافقة، بس قل لي إيش عندك اليوم الأخبار؟ عمي مرشد وسلمى الحين في الحارة القديمة. أنت متأكد؟ 100%. زين يا مرشد زين. متى نتزوج انا وفاطمه يا عمتي؟ انزين اسمعني، انت سير برا وحرصني، وانا اجيب لي سوي وبتبعك. زين يا عمتي. ليش ما تريد تفهم يا بني ادم؟ سالتك سؤال وجاوبني عليه. قلت لك ما صار شيء بيني وبين ابوك، ما صار شيء. لا صار، ولازم اعرف اللي صار.
إذا كانت حياتك ما تهمك أنا تهمني حياة أبوي، وكل هذا اللي جالسة أسوي من وراء أهلي ومن وراء زوجي وأتدفق معاك كله علشان أبوي، ما مثل ما يدور اللي ببالك. وإذا جاء يوم تزوجتك كله علشان أنقذ أبوي من شرورك، والحين تخبرني إيش قلت له ولا لا؟ ما قلت له شيء، صدقيني ما قلت له شيء، هلكتيني. فأنه بالفعل ما تهمك حياتك سلمى. أنا البارحة هددت أبوك إن آخر فرصة عنده يجلس اليوم في البيت، هذا إذا ما صار شيء في موضوعك من طلاق حسان. إنسان أناني وغبي، ما تفكر إلا بأسلوب الشدة والقوة. روح تقرب من أبوي علشان تخسر كل شيء وتخسرني إياه مثل ما خسرته البيت والمزرعة. يعني كيف يا سلمى؟ يعني أبوي جالس ترصدك تفق وعشر، لو تقربت من ذاك البيت بيكون آخر يوم في عمرك ومن عمر أبوي. أنا ما خايفة عليك، أنا أحذرك، لأني خايفة على أبوي ليسوي شيء بنفسه. هينهم يا الكذاب، هينهم، ها؟ هينهم كل جبت الداخل، هين داخل؟ هذا اللي صوت زكية جاي هني، لازم نطلع من المكان. وين أروح؟ وش أسوي الحين؟ أنت ما تجيب غير الفضايح والمشاكل. خبيك أي مكان تقول لي جاي تخبي فيه، وأنا أحاول أخرجه من المكان. وين أروح؟ سير سير داخل، ولا خبر تعال دخل منها، دخل قبل لا تشوف تشيل. يمكن من هالصوب، ما أعرف أنا يمكن منها، قول لي من هنا ولا منها؟ انت من هنا خلي هين، ها مرشد هنا هي هذه البنية اللي جاي تقابلها هنا، ها وبعيد عن الحارة، ها تكلم له. صح انك ما تستحي على شيباتك زكية، انت ايه تسوي هنا؟ لا والله ايش اسوي انا هنا، جاي اقابل مطر. قابل يا مطر. صح انك ما تستحي يا خل بنية كبر بنتك وحرمة من الزوجة، ايش اللي بينك وبينها؟ ها ايش اللي بينك وبينها؟ اسمع انت، بيني وبين من؟ سوي نفسك ما تعرف، بينك وبين سلمى بنت خميس حرمة حسان. ايش اقول بس فيك؟ ايش هذا الكلام اللي جالسه تقوليه؟ الله يهديك يا زكيه، انت جنيتي عن يكون هالمخبل خبرك بشيء؟ ترى هذا خبر لا تصدقينه. انا الحين طالع من المزرعه وقلت امر الحاره القديمه واتذكر الزمان اللي فيه ذكريات جميله، زمان زمان. الله، هذا الكلام يا مرشد ما علي أنا زكية، يا تقول لي إيش اللي بينك وبين هالسلموه أو إنك تطلقني. زين هاي يا أبوي البيوت قدامك، فتشي على راحتك، تفضلي دخل البيت اللي تريدي، وإذا حصلت حد سوي اللي عجبك. زين الله العظيم. مطر؟ نعم عمتي. فتش البيوت. سلمى ايش اللي تريده من سلمى يا مرشد؟ وايش اللي بينكم؟ لا تخليني افضحك قدام الله وخلقه. انت لما جيتيني الحاره القديمه حصلتي حد معي ولا شفتيني وحدي؟
أكيد أكيد ضميتها شيء من مكانات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا لما جيت الحارة ليش ما فتشتيها عشان تعرفي سلمى معي ولا لا؟ بدل هالشكل اللي أنت فيه. أنا ما من اليوم أعرف إنك تشوف سلمى، وسلمى كانت تجي هنا البيت عشان تدورك. يا خسارة خسارة العشرة اللي مع أمثالك أنت. إذا ما تحترمني أنا أحترم الشاب اللي تارس راسك. أنت ما عندك كلام ثاني تقولي غير الشاب الشاب الشاب، مو في الشاب. لا عندي. أنا بصراحة ما قادرة أعيش معك، أحس إن مرارتي قامت تنبط. يعني كيف يا زكية؟ يعني تطلقني لأني ما قادرة أشوف خلقتك قدامي، وأنت تسرق وتكذب وتغش وتريد ترجع صغير. يعني تريد تطلقين مني يا زكية؟ أيوة. والحين قلت لك طلقني يا مرشد، طلقني. انت تفتكري انك رخيصه لهالدرجه؟ الله يهديك يا زكيه، معي انا ما اقدر استغنى عنك. خلي عنك كلام الصغيرين الصغار، طلقني وشل اغراضك من البيت. يا عز علي يا زكيه، طلقك بعد هالعشره الطويله معك، مالك؟ الله يهديك. كم بتريد يا مرشد عشان تطلقني؟ ولا كلوز الدنيا كلها، انا هنا حصل وحده مثلك. ما انت قول وخلصني. كم تريد؟ ألف؟ ألفين؟ إذا كان عاد ولابد 10,000 ريال. يلا. كم؟ اللي سمعتي يا زكية. بس كنت تسيف الحالة القديمة، راح تقابلي من؟ ما عاد يا عزان صدقتني معك. كذابة وزدين كذابة بعد. يا خسارة يا خسارة تربيتي اللي ربيتش بعد موت أمك. يا خسارة. حتى انت يا خالتي، حتى انت ممكن تصدق الكلام اللي يقوله حسان؟ ليش ما اصدق؟ ليش ما اصدق؟ قولي لي. انا بنفسي شفتش بعيني نص الليل باية تخرجي من البيت. هين كنتي باية تسيري؟ ها هين ردي علي. وامس بالليل كنتي طالعة، راح تقابلي من؟ حتى لو قلت لك ما بتصدقني، لان انت في راسك فكرة واحدة عني اللي انا مستحيل اغيرها. انا بقول لك شيء واحد من غير لف ودوران. طلقني يا حسان، طلقني. هذا انت اللي تريدي صح؟ لكن مستحيل اطلقك قبل ما اعرف حكايتك. قبل ما تخبريني من راح تقابلي من وراي؟ خليك بشكك وبنونك، ما راح اقول لك. اضربني بعد، اضربني بكل قوتك، واذا تقدر تعال اقتلني، واذا ما تقدر طلقني طلقني. لا يا حسان لا، ما تطلقها. هينلها عينك ذا، خليها معلقه الين ما تقر بكل شيء. خلي أبوها يجي يشوف بنته المحترمة إيش قاسة تسوي من ورا زوجها. خليك مثل جاهل ورا أمك، سوي اللي تقول لك عليه، لأنك ما رجال. لو كنت رجال كان لك قرارك وشخصيتك. طلقني طلقني. أنا رجال وغصبا عنك وروعي. لا يا حسان لا لا يا حسان، خليها كذا، خليها معلقة كذا، وبشوف هذه مو تقدر تسوي. فوز عنها. فتحي 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 الباب. من بعد ما كنت الكبيرة ليش ساكت يا غسان؟ مهموم، مهموم يا فاطمة. أمر بظروف صعبة شوية. ظروف إيش؟ أنا الله يسلمك
أشتغل مدير شركة مقاولات كبيرة في مسقط. فكرت في نفسي وقلت ليش ما أشتغل على حسابي؟ يمكن الله يفرقها وأنجح. وسعيت وراء الفكرة وبديت أنفذها، واستلفت من البنوك، والبيت تقريبا جاهز الحين، بس ناقصات إنه 5000 ريال. هذا غير مصانع الإسمنت والطابوق اللي جلسة تلاحقني ليل ونهار، وراتبي اللي ما يبقى منه أي شيء آخر كل شهر، بس أحصل المبلغ اللي محتاج له وقفز قفزة كبيرة يا فاطمة. بس أنت لا تشغلي بالك، ربنا يحلها إن شاء الله. إن شاء الله. والحين لازم أرجع البيت. ممكن لحظة واحدة بس؟ تفضلي. ايش هذا؟ ممكن تقبلي هذه الهدية المتواضعة بمناسبة خطوبتنا يا فاطمة؟ الله، واجد حلوة يا غسان. شكرا، بس اخاف امي تزعل. ولا اقول لك، انا بتصرف معاها، بس هذه الهدية غالية واجد وظروفك صعبة. المهم انها عجبتك، والغالي للغالي، وان شاء الله لما تتحسن الظروف اجيب لك الاحسن بعد. متى بتجي مرة ثانية؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله، بس الحين لازم اروح على يجي حسان ويشوفني هني. لا تخافي، وانتي معايا فاطمة، لا تخافي من اي شيء ابدا ابدا. تأمريني شيء ثاني طال عمرك. يا سلام، شكرا لك. سميرة، لا تاخذي هذه الأدوية الا باستشارة الطبيب. راجع المستشفى، راجع المستشفى بخصوص موضوع الغدة، وفي نفس الوقت اعملي فحوصات علشان تطمني على الجنين. ترى انت المسؤولة عنا الحين، وبكرة هو اللي يكون مسؤول عنك. فحافظي عليه يا سميرة، حافظي عليه. كلا تعذر تعذر. يا ترى انت وين يا غسان؟ اتوقع انه راح البلد، بس ما قال لي. يا الله. الو، ايوه استاذ عبد العزيز، موجوده. الاستاذ هلال في مكتبه. طيب عفوا. اسمع يا سعود الكلام اللي أقول لك عليه. حاول تجلس مع أمك وتقنعها إن نرجع لبعض. طيب أنا إيش أسوي؟ أنا كنت في حالة غضب، وبعدين هي اللي وصلتني لهذه المواصيل. أنت لا تقوم تطول الموضوع. أنا بعد كم يوم أجي البلد نفسي وحاول أقنعها ونرجع مع بعض. أنت مالك ما تفهم؟ أنت حاول تجلس معاها وتهديها. أخاف بعد تتصرف تصرفات طايشة. أمك وأنا أعرفها زين. إيش فيها منى بعد؟ منى كانت في إيدك، بس تصرفك الطايش هو اللي ضيعها منك. على العموم لا تخاف، أنا بحاول. أنا من زمان وأنا أتمنى منى تكون من نصيبك. خلاص خلاص، يلا مع السلامة. أنا عندي الحين مشوار مهم. يلا مع السلامة. يلا
عرفت تلعبها زين يا هلال. استاذ عبد العزيز اهلا وسهلا. انت الاستاذ واحنا كنا نصفق لك. تفضل تفضل يا استاذ. انا ما جاي اتفضل عندك، انا جاي اقول لك ان اللعبه بعدها ما انتهت، بس مع الاسف الشديد كنت شريك سيء فيها. بس لا تنسى يا استاذ اني انا محامي الشركه ولازم ادافع عن المكان اللي اشتغل فيه. لكنك اشتغل فيه بالغش والتزوير والخداع يا هلال. عفوا استاذ عبد العزيز، انا ما اسمح لك تتلفظ علي بهذه الالفاظ في مكتبي. لا تخليني ارفع عليك قضيه التعرض على موظف اثناء تاديه عمله. طبعا انت تقدر تسوي كل شيء، لان القانون هي لعبتك المفضله، ممكن تسوي اكثر من اللي سويته. رجاء استاذ عبد العزيز، انا اللي سويته في حدود القانون، واذا كان عندك شيء ينافي ادلتنا روح جيبها. انت ليش تنفعل كل هذا الانفعال؟ ليش يا هلال؟ انا جاي اتاكد من شيء واحد، وهذا الشيء خلاص انا اتاكد منه. أو يوم شفته شفته